في وقت من الاوقات اسكو مرات صحيح انك تقلقت من انتدابات كانت برشا في الكلوب، كل يوم تدخل فيستير تلقى ملاعبيه جدد. صايب راني ما نتقلقش من الجوار، راني فهمتني فما كي تشوف دي جوار توا. انا والله العظيم وقت اللي انا نخلص في مليون و200 في الكلوب، نحكي لك العام اللي فات، ما نحكيكش وقت تخلص انت في مليون و200 يجيك دي جواريات اقسم بالله لا تعمل كنترول، تسمع قداش ياخذوا الدوخ ياخذ 100 و120. انا على نيتي راني كي نقول راهو ما فهمتش علاش يجيبوا فيهم، فهمت؟ انا على نيتي راهو المصلحة الكلوب راهو مش انت كل شيء تقوله ما تشدش لسانك. انا في فيستير يحبوني ياسر راهم صحابي، راهو تنجم تكون زهير صابر بليل اسال اي جوار قول له على عبد الله الناس الكل تحبك تحبني الحمد لله يا ربي، فهمتني؟ تصدم انت تسمع تاخذ 120 تاخذ في 100 وانت وانت تكاور وما يكاورش وين اكاور هذيك هي اللي تخليك لبرا، راك تنجم تعمل برشا حاجات خايبه، فهمت؟ تخرج على الكوره، فهمتني؟ انت تاخذ في مليون و200 وعبيت تاخذ في 120 وما يكاوروش وانا مش على البنك، فهمت؟ تتقلق. عملت منها مشاكل الحكايه هذه شويه؟ تكلمت؟ نتكلم انا ديما نتكلم. مثلا شكون كلمت؟ شنو؟ شكون كلمت؟ رئيس النادي؟ ليه ما ولا المدرب؟ نحكي مثال مع سي يوسف قبل، مع سي منصر، يوسف نحكي مع شي يقول لك؟ يقول لي مراد هكايا هو ديما ينصحوا فيا يحبوني راهم برشا الاخ يحسبوني كيف ولدهم ولا كيف خوهم. يقول لي مراد هذوما ما تدخلش فيهم، راهو هذه هي متابعه الرئيس ودي زاجون، رانا شفناهم في الفيديو وتو مع الوقت يتصلحوا. قاعد هكاكا فهمتني للي انتدابات فاشله كانت تغلبها بريسك. نحي مثال، نحي تجابو ونحي بالقروي نشوفهم ناجحين، نحي شنيحي، نحي روزوسكي، روزيكي هذيك. شكون افشل انتداب ماذا تعتبر؟ جا الكلوب وقتها عيانة؟ اي فما كارل ماكس. كارل ماكس كارل ماكس مواطن شنو؟ مواطن كارل ماكس وراو ياخو بالكدي وقتها وجا معانا قال اصبر 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 ما فهمش شيء. السياسة هذي نتاع سليم الرياحي ضربت الكلوب مراد ولا يسمعني ريت المعاني قلت لك راهو سليم الرياحي باهي. انت تحبه عبد المدلل؟ اي تحبه فهمني فهمني خلينا نفسر لك حاجة. سليم الرياحي كي جا عنده زوز وراه كيما منتصر كيما سي منتصر باش من كي جا عنده زوز وراه كيما سي منتصر الكلوب توا راه في في نيفو واحد. انا حاب منتصر طلع ليش نحاح خاطر وقت اللي هزينا الشامبيونا الشعب بقول لك شعب الكلوب شعب الكلوب تغزر المنتصر ما تغزرش سي سليم، فهمت؟ بريسك يغزر الجوارات يغزر المنتصر واخر حاجه يا سي سليم، فهمت؟ انت اي واحد يقول لك انا دافع فلوسي وواحد واحد نجيب مرضى الاخر انت جايب السيد هذاك قايد عليك انت من الاخر معناها خمس هي اللي تصير عاديه راهي الغيره هذيك ما عندوش يعني ما غيرش راهو عندي انا ماهوش عبد ماهوش راجل فهمت هي شنو يقول لك انا صرف الفلوس هذيك ونجيب ومنه 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 في الاخر نجيب مرضى الاخر ما خسرت يمكن حكايات هذيك عليه يمكن تنحى راهو ما نظنش حكايات اخرين معناها خذيت بريم 10 ملايين في وقت سليم الرياحي بريم فقط بريم 6 ونص اقوى بريم 5 في بالي 5 توانسة 5000 و 1500 دولار 1000 دولار يجي 10000 دولار يجي 8 ملايين 7 ملايين ولا كيف 7 ملايين 8 ملايين مدللكم معناها مدلين مدلين اللي يقول غير هذا ما نعرفش عاد يمكن عشت فترات صعيبة في الكلوب مراد ماديا خاصة انا انا ولا عائلتي انت انا ما عشتش انا راه نحكي مع عائلتي بالطبيعه عندي فهمت خي انت تكور ما كنتش شويه لعائلتك شويه لك انت شويه فهمت ما كنتش مفرهدهم وقتها شكون لي اوكي ربي يعلم ولادهم يعلموا دارنا يعلم خاطر سليم ما عادش يصرف بعد الشامبيون ما عادش يصرف جات وقت سكر السباله ليه اللي حتى وقت سكر السباله يعطي مدلل تحسك عنده مش كان انا راه مدلل راه صابر مدلل راه صابر مدلل انا مدلل جابو زاده ليه يمشي يا اخو معناها